مرحباً بكم في عالم القوة والتحمل، حيث الشراسة تلتقي بالأناقة. اليوم نأخذكم في جولة مثيرة لاكتشاف بعض المركبات المذهلة، كل واحدة منها تحفة هندسية تستحق الإعجاب. فلنبدأ الرحلة ونكتشف ما يجعل هذه العربات استثنائية. ماذا يحدث عندما تمزج بين مركبة الدفع الرباعي وسيارة السباق؟ لدى هوت ديزاينز الجواب المثير. فريق العمل الأمريكي صنعوا هذه العجيبة الهندسية التي أطلقوا عليها اسم روك رات. لقد دمجوا هيكل جيب ويليز من عام 1947 مع محرك ديزل من حافلة مدرسية، مما أسفر عن روك رات التي تفتخر بقوة محرك مذهلة تصل إلى 700 حصان. ولتكملة هذه القوة، هناك الطراز الوحش بأسلوب ما بعد الكارثة من هوت ديزاينز، مكتملاً بإطارات ضخمة بقياس 1.1 متر. ولإضافة اللمسات الأخيرة لهذه الرحلة الفريدة، هناك مقبض تغيير السرعات المصنوع من مقبض ضخ مياه الإطفاء وجمجمة كبش على عجلة القيادة. يقارن أتلس كثيراً بشيرب، مما يشعل النقاشات على الإنترنت حول أي مركبة لجميع التضاريس تتربع على عرش السيادة. فلنغوص في النسخة الحالية من أتلس ومزاياها الفريدة. يمكنه استيعاب 12 راكباً، ويصل سرعته إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويمكنه السباحة بسرعة 7 كيلومترات في الساعة. يتميز أتلس بمعدل استهلاك وقود يبلغ 4 لترات في الساعة، لذا يقدم المصنعون خزاناً بسعة 100 لتر مع خيار الترقية. ولمسة لطيفة وهي عجلة القيادة التقليدية للتحكم بدلاً من الأذرع، بالإضافة إلى قدرته على حمل أحمال تصل إلى طن ونصف. تظهر بومباردير جلوبال 5000 أداءً متميزاً مباشرةً من المصنع. الطراز الأول الذي دخلت الخدمة حطم رقماً قياسياً للطائرات التجارية بتحليقها من شيكاغو إلى باريس في زمن قياسي يبلغ 7 ساعات و15 دقيقة فقط، وبحسب التجهيزات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 16 راكباً. مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ لكن لماذا لا نرفع المستوى قليلاً؟ هذا بالضبط ما يفعله فريق الإكمالات الخاصة. سواء كنت بحاجة إلى مكتب متنقل أو مساحة دافئة لمشاهدة فيلم وأخذ قسط من الراحة، هؤلاء الخبراء سيحولون أمنياتك إلى واقع. إنهم لا يقتصرون على إعادة الطلاء والأعمال الداخلية فحسب، بل مجهزون أيضاً لتحديث أنظمة الطيران. كالمان كينغ، مركبة الطرق الوعرة التي تثير الاهتمام بشكل كبير. صممت في الصين ولكن تصنع في إيطاليا. تبدو قوية من الخارج، لكنها من الداخل مليئة بالفخامة وتقدم ميزات تبهر أي مشتر. إذا كان لديك المال فلم لا؟ عندما بدأت طلبات كالمان كينغ في عام 2019، عرض على المشترين آلة صنع القهوة وميني بار وتلفزيون بالأقمار الصناعية كمعيار. اختار الصينيون محرك فورد V10 بقوة 398 حصاناً، محافظين على البساطة. وبحسب التجهيز يمكن أن تصل سرعته إلى 220 كيلومتراً في الساعة. يستغرق تجميع كالمان كينغ يدوياً حوالي 15 شهراً، وهو ما يفسر ربما سعره البالغ 3,800,000 دولار. لقد وصفته العديد من المصادر بأنه أغلى مركبة طرق وعرة في العالم. ربما يكون من الأجدر إنفاق هذا المال على عدة سيارات مثل رولز رويس كالينان على سبيل المثال. برابوس، الشركة الألمانية المعروفة بأعمالها في مجال السيارات، لها أيضاً باع طويل في عالم القوارب. قبل 7 سنوات تعاونت مع أكسو بار بوتس الفنلندية لتأسيس برابوس مارين والتركيز على الجانب المائي. منذ ذلك الحين كانوا يصنعون تحفاً مثل برابوس شادو فمفم هنريد كابن بلاك أوبس التي تتباهى بمحرك بقوة 500 حصان، مما يتيح لها الوصول إلى سرعات تصل إلى 93 كيلومتراً في الساعة. إنها مثالية للرحلات الجماعية مع مساحة تتسع لتسعة أشخاص على متنها. بالإضافة إلى ذلك يتم تعزيز الإحساس بالرقي في القارب بحقيقة أنه مجمع يدوياً ومطلي. بالطبع هذا المستوى من الحرفية يأتي بثمن، فهذا القارب جاء لعام 2022 بتكلفة 299,000 دولار.
ديفن دييغو ديزاينز أو ما تعرف بديدي ديزاينز لديهم موهبة في إطلاق أسماء لافتة للأنظار على دراجاتهم الخاصة مثل روكيت وبانزا سومبرا وبلاك جاك، وأحدث إبداعاتهم دراجة هارلي ديفيدسون في رود بايرز أطلق عليها الآن اسم ديمون. دعونا نلقي نظرة، قد تكون الميزة البارزة هي العجلات وخاصة الخلفية التي تتميز بإطار في العملاق بقياس 360 مليمتر، وفي المقدمة هناك إطار ميتال بقياس 200 مليمتر. بالإضافة إلى ذلك تفخر الدراجة بعادم من سلسلة فانس أند هاينز للمنافسات مع طلاء سيراميكي، مرايا مخصصة ومقعد من الجلد والشامواه مصمم بإتقان. ولإكمال اللمسة الأخيرة تم طلاؤها بلون الدنيم الأسود لمظهر أنيق وجذاب. دعونا نتحدث مجدداً عن برابوس، وهذه المرة يكشفون عن روكيت ألف، أقوى مركبة مخصصة لديهم حتى الآن. المشاهدون ذوي البصيرة الحادة قد استنتجوا بالفعل أن الألف في الاسم يمثل قوة الحصان. هذا يعني أن هذه السيارة يمكن أن تنطلق من 0 إلى 100 في زمن قدره فقط 2.6 أعشار الثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 316 كيلومتراً في الساعة. في الأصل كانت هجينة من مرسيدس AMG GT 63 SE بأداء متميز، وقد عملت برابوس على هذا الطراز من قبل، ولكنهم تمكنوا فقط من استخراج 930 حصاناً. الآن لقد زادوا حجم محرك الاحتراق الداخلي من 4 إلى 4.5 لترات، وقاموا بتركيب شواحن توربينية أقوى، ومع ذلك يظل الجزء الكهربائي من مرسيدس كما هو يوفر 204 حصاناً. Evolve Skateboards ترقى إلى اسمها بتجاوز حدود تطور لوحات التزلج. خذ زلاجة رينيجيد على سبيل المثال، هل تحتاج للانطلاق بسرعة 42 كيلومتراً في الساعة؟ هذه اللوحة تلبي طلبك، صنعت بسطح من ألياف الكربون، وعلى الرغم من أنها ثقيلة بعض الشيء بوزن يقارب 16 كيلوغراماً، لكن لا داعي للقلق، فهي تستطيع السير لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً بشحنة كاملة، وعجلاتها جاهزة للمغامرات خارج الطرق المعبدة على الحصى والتراب. تتحكم في قوة 6 كيلو واط من الطاقة في شكل سكيتبوردز، مما يجعلها تجربة مثيرة وربما مرهقة للأعصاب. يمكنك تجربتها إذا كان لديك 2500 دولار تحرق جيبك. وهكذا نختتم جولتنا المذهلة بين أقوى المركبات التي يحلم بها كل رجل. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالمغامرة وألهمتكم لتختاروا المركبة التي تعكس شخصيتكم الفريدة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للمزيد من المحتوى المثير. إلى اللقاء في المرة القادمة.